handle. It's Tobogo. He's turning round. He's celebrating, gesticulating at the opposition. 40 meters out. باش تنهي سباق نهائي بهذه الطريقه في نفس الوقت تحقق لقب عالمي وتحطم رقم قياسي عالمي، خاصك تكون عندك واحد القوه داخليه كبيره التي لا زالت مخفيه وربما سيتعرف عليها الجمهور في السنوات المقبله. السلام عليكم ورحمه الله. بطوله العالم شبان كاليب كولومبيا، سباق المئة متر، تألق إفريقي جديد في هذه المسافة. العداء الذي ينتمي إلى بوتسوانا ليتزيل تيبوغو، العداء الذي يبلغ من العمر فقط 19 سنة، حطم الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة فئة أقل من 20 سنة عدة مرات. حطم الرقم القياسي ديال ترايفن برومل 3 مرات هذا العام، 30 أفريل 1996، 15 جوية 1994، في بطولة العالم 2 أوت 1991. الطريقة التي أنهى بها السباق طريقة قوية جدا، أنهى السباق بالطريقة ديال بولت، وقبل نهاية السباق تقريبا بواحد 20 متر، يعني توقف على بذل المجهود واحتفل بالانتصار دياله قبل انتهاء السباق. العداء كيف ما قلت اللي عنده 19 سنة، عنده حاليا 4 من أحسن 10 التواقيت في تاريخ 100 متر شبان. سباق نهائي بطولة العالم شبان فهو اللي كان عنده أحسن انطلاقة تقريبا، عنده رياكشن تايم الأسرع، عداء تنطلق جيدا، السرعة ديالو كتزاد وسط السباق. أنهى السباق بطريقة مريحة جدا، في نفس الوقت حطم الرقم القياسي للشبان 91، بمعنى أن هذا العداء عنده قدرات على أنه يزيد يحطم هذا الرقم. مازال عنده وقت فئة الشبان، العام الجاي عاد يولي فئة الكبار من مواليد سنة 2003 شهر جوان، مازال عنده وقت فين يزيد يحسن هذا التوقيت، وعنده قدرات على أنه يجري في أقل من 99 بكل سهولة. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.